السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، أولياء أمور ولادنا اللي حصلوا على الشهادة الإعدادية السنة دي. معاكم الدكتور عمرو الدمرداش من برنامجنا في بيتنا مدرسة، والنهاردة بنعرض أحد التخصصات اللي موجودة في التعليم الصناعي عشان يبقى عندكم فكرة عن هذه التخصصات. والتخصص اللي احنا بنعرضه النهاردة تخصص من ضمن التخصصات الزخرفية، وهو تخصص الجلود. تخصص الجلود من التخصصات المطلوبة جدا في سوق العمل، لدرجة ان المسؤولين عن غرفة صناعة الجلود في مصر قالوا ان هم بيحتاجوا في هذا التخصص في عام 2021 محتاجين 10,000 يعني فني ومهني يشتغلوا في الصناعات الجلدية المختلفة. وتخصص الجلود من التخصصات اللي هي جزء منها يقابل التخصصات بتاعة الحرف التراثية اللي بيتعمل بيها منتجات من المنتجات السياحية، وجزء منها للحاجات اللي احنا بنستخدمها استخدام مباشر واستخدام يومي زي الحقائب وزي الشنط وزي الأحذية. فالنهاردة بإذن الله هناخد فكرة عن هذا التخصص في التعليم الصناعي، نعرف ولادنا إذا دخلوا التخصص ده يعني إيه اللي هم هيتعلموه، إيه المهارات اللي هم هيجدوها لما هيطلعوا في سوق العمل، ممكن يشتغلوا في ايه، سواء كان ممكن يعني يشتغلوا في مصنع من المصانع او ان هم يقوموا بعمل مشروعات خاصة بيهم في المنزل ويبتدوا ان هم يعملوا عملية تسويق او يقدموا للصندوق بتاع التنمية ويحصلوا على قرض ويعملوا مشروع صناعي صغير. في البدائل كتيرة. النهاردة التخصص ده من التخصصات اللي احنا لما هنشوف الشغل بتاعها تقريبا يعني هنستمتع قوي بالشغل ده. انا جايب معايا النهاردة نماذج من شغل التخصص بتاع المصنوعات او تخصص الجلود في التعليم الصناعي، هنشوفها برضو وبإذن الله تعالى هنستمتع بمشاهدة المنتجات دي، و يعني برضه هنعرض بعض التقنيات الخاصة بالشغل الزخرفي الخاص بهذه الحرف، لأن تخصص الجلود أو الصناعات الجلدية مجموعة صناعات مش صناعة واحدة. الطالب عندنا بيكتسب يعني أكتر من مهارة، وهذه المهارات بقى هو لما بعد كده بيتخرج وبيطلع سوق العمل ممكن يتخصص في حاجة واحدة منهم. نبتدي ان احنا نبص كده معانا على الشاشة، هنلاقي الشعبة بتاعتنا شعبة الصناعات الجلدية، والصورة دي بتعبر عن بعض المصنوعات الجلدية اللي بيكون ليها استخدام يومي في الصناعات الجلدية زي الشنط وزي الأحذية وزي المحافظ وزي الأحزمة. لو بصينا تخصص الجلود هنقول ان هو من التخصصات الزخرفية المهمة جدا بالتعليم الصناعي، ومطلوب في سوق العمل في الكثير من مجالات العمل بمصر لهذا التخصص. فمنتجاته من المشغولات الجلدية التراثية مطلوبة في كل يعني في كل الاماكن، وزي ما قلنا ان في منتجات جلدية للاستخدام اليومي من شنط واحذية واحزمة، وفي منتجات جلدية اللي هي الصناعات الجلدية التراثية، وهنشوف ده وهنشوف ده. طيب لو احنا ده يعني فيديو كده معانا، الفيديو ده بيتكلم على يعني في دقيقة كده عن تخصص الجلود. انا الطالبة اسراء احمد، هنا ادرس في قسم الجلود الصف الثالث الثانوي. هنا الطالبة اسراء هنا بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على اللي هي بتتعلمه في هذا التخصص. هنلاقي هنا في الفيديو ده هم بيعملوا يعني قاعدة او بوف من الجلد، وكمان هي بتتكلم عن هي اتعلمت ايه وناوية تعمل ايه بعد ما تتخرج
من التخصص ده. وهنا ده نموذج لورشة الصناعات الجلدية داخل مدارس التعليم الفني، ويعني من الحاجات اللي هي شيقة جدا واللي بيقبل عليها الطلبة من البنين والبنات في التعليم الصناعي. الهدف بقى من التخصص ده ايه؟ الهدف من تخصص الجلود زي يعني ما احنا عارفين ان تخصص الجلود من التخصصات المهمة قوي قوي في التعليم الصناعي، وهنبص على الشاشة كده. الهدف واهمية هذا التخصص بترجع لان الصناعات الجلدية من اهم الصناعات على المستوى العالمي بصفة عامة، وفي مجال الصناعة المصرية بصفة خاصة، لان مصر بيها تاريخ عريق قوي ومتوارث في مجال دماغة وصناعة الجلود. وعشان كده في هذا التخصص بيبقى محتاجين نخرج ونعد كفاءات فنية مدربة على تقنيات هذه الصناعة. كمان تخصص الجلود ده بنضمن من خلاله كفاءة الفنيين الخريجين في مجال صناعة الجلود عشان نواجه احتياجات سوق العمل اللي هو هيأدي فيه دوره عشان نحصل على منتج نهائي ذو جودة عالية، نقدر من خلال المنتج ده ان احنا نصدر الى الاسواق العالمية ونفتح ابواب رزق للكثير من الخريجين بعد تخرجهم ونفتح لهم افاق عمل جديدة. التخصص ده بيبقى زي ما شفنا كده في الفيديو اللي احنا شفناه انه بيتوافر في الورش بتاعة التعليم الصناعي كافة الاجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل، وده بيوفر للطلاب تدريب فعلي وبيوفر هيئة تدريس بتقوم بالعمل فعليا في المدارس الصناعية بالتعليم الفني. برضو بيسد احتياجات سوق العمل في المصنوعات الجلدية، وزي ما قلنا في بداية الحلقة ان صناعة المنتجات الجلدية تعاني بشكل كبير من نقص العمالة سواء المدربة او غير المدربة، وان غرفة الصناعات الجلدية قالوا ان المصانع بتحتاج زي ما قلنا قبل كده حوالي 10,000 عامل خلال هذا العام 2021. عفوا. طب ايه اللي الطلاب بيتعلموه في المهنة الفنية دي من خلال الحزم التدريبية المتكاملة اللي غرفة صناعة الجلود قالت انها بتصل الى 51 مهارة في صناعة الجلود. انا هوريكم دلوقتي مجموعة من المنتجات الحية فعلا اللي انا جايبها معايا اللي يعني بيستخدموها او عملوها بعض الطلاب اللي هم بيدرسوا حاجات مرتبطة بالتخصصات الجلدية، وبعد كده يبتدي نشرح التخصص ده يعني برضو شغال على ايه. لكن انا معايا بعض المنتجات نقدر ان احنا نبص عليها كده. هعرض مثلا شنطة من شنط الخاصة بالصناعات الجلدية. دي شنطة جلد طبيعي. الشنطة الجلد طبيعي دي يعني بيتم تصنيعها من خلال خريجين درسوا المهارات الخاصة بالصناعات الجلدية. هي دي طبعا ما تصنعتش عندنا في مدارس التعليم الصناعي، ولكن بعض الزملاء عندنا بيصنعوا شنط جلدية من الشنط دي، وزي ما احنا شايفين دي شنطة جلد طبيعي، وشنطة تعتبر في السوق براند وتتباع بسعر عالي جدا. لو احنا ركبنا الشنطة دي على جنب هوريكو برضو من الصناعات الجلدية شنطة تانية عاملاها زميلة لينا في تخصص الجلود، شنطة جلد طبيعي برضو، شنطة يد صغيرة. الشنطة دي عاملاها ممكن بتتعمل وبيتعمل عليها شغل حفر او شغل حرق على الجلد بالاسم بتاع صاحب الشنطة، بتتعمل الشغل بتاعها وشغل الخياطة
بتاعها زي ما احنا شايفين بمهارة بتتعمل يدوي هاند ميد، الشنطة كلها مصنوعة يدوي، من جوه بتبقى فيها مجموعة من الجيوب والسوست عشان خاطر نقدر ان احنا نحط فيها الكروت بتاعتنا، نقدر نحط فيها الكرنيهات. يعني برضو دي حاجة من الحاجات اللي الطلبة بتوعنا بيتعلموا يعملوها. من برضو الحاجات اللي الطلبة بتوعنا بيتعلموا يعملوها، يعني شفنا الحافظة دي حافظة جلد بتبقى عبارة عن أجندة، هنبص عليها كده. الأجندة دي معمولة زي ما احنا شايفين، الغلاف بتاعها من الجلد الطبيعي، بتتقفل بطريقة يعني تعتبر طريقة تراثية كده، الحبل بتاعها شوف بيتقفل ازاي. من جوه فيها ورق نباتي، الورق النباتي ده يعني نقدر ان احنا بننفذ عليه بعض الـ الاشكال، ماشي. طبعا انا طبعا دي بتاعة يعني ابني، فهو برضو بيرسم، فهتلاقوا يعني بعض الرسومات اللي موجودة فيه انا خدتها برضو عشان اعرض برضو بعض المنتجات اللي ممكن يتم صناعتها في التخصص بتاعنا. برضو اللي هي الشغل المحافظ دي، الحاجات اللي هي المحافظ الحريمي دي، يعني لو بصينا كده شوف الشغل، شغل يدوي عامل ازاي. دي من ضمن الحاجات اللي الولاد بتوعنا بيتعلموها، يعني لو قربنا كده هنلاقي الشغل بتاعها شغل بيتم التخريم يدوي، وزي ما احنا شايفين كده شوف الشغل بتاعها عامل ازاي، شوف الموتيفات الفنية اللي موجودة عليها اللي هي تعتبر يعني بتمثل زي الحرف التراثية كده. هنلاقي برضو المحفظة الصغيرة الجلد دي اللي بتبقى بنحط فيها الكارنيهات بتاعتنا، بنحط فيها البطاقة، يعني اهي زي ما شايلة اهي كارنيهات وشايلة كل اللي احنا عايزينه، بس طبعا مش هتشيل فلوس، ماشي. دي اللي هي المحفظة اليدوي دي، ممكن نبص عليها تاني، والشغل بتاعها يدوي. دي برضو معمولة في ورش التعليم الصناعي دي بالذات، يعني ويعني اهداها ليا زميل من معلمي وموجهي التعليم الصناعي التخصص الجلود. هنلاقي برضو زي يعني برضو البوك الحريمي الجلد ده اللي معمول عليه الموتيفات اللي احنا شايفينها دي، برضو ده شغل طلبة، ده شغل طلب. هنلاقي برضو مثلا يعني حاجة هي ما كملتش قوي، زي شنطة كده ممكن بيبقى لها يد وبتتعلق، شنطة بناتي برضو، بس هي دي ما كملتش، ده جزء يعني برضو من المشغولات الجلدية اللي ولادنا بيتعلموا ان هم يشتغلوها. في من اللي انا عرضته ده في حاجة زي دي جلد صناعي سكاي، وفي حاجة زي كده جلد طبيعي، او الشنطة الكبيرة اللي انا عرضتها جلد طبيعي، او دي جلد طبيعي، او المحفظة دي جلد طبيعي. كمان عندنا حاجة تانية في المعلقات، المعلقة دي اللي هي على هيئة بنت افريقية، ماشي. دي معلقة من المعلقات اللي ممكن بتتعلق على الحيطة، بتتعلق يعني كنوع من الزخرفة، ممكن كذا حاجة منها تتعلق جنب بعضها تديني يعني شكل لطيف كده في باك جراوند على الحيطة مثلا ورايا. دي يعني دي خليط ما بين الجلد الطبيعي والجلد الصناعي عشان فيها ألوان. هنبص برضو على معلقة تانية بسيطة بتبقى زي موتيفة كده اهي، برضو دي تعتبر من المعلقات. يعني كل دي حاجات ولادنا بيبتدوا ان هم يتعلموا ازاي يشتغلوها في تخصص الجلود. وهنقول حاجات تانية بيشتغلوها برضو، هتلاقي هي معلقة اهي
بسيطة هتلاقوا ايه الطلبة بيتعلموا بقى مهارات خاصة بالتضفير، ازاي يضفر الجلد ببعضه ازاي، وهنا بيتدربوا زي ما احنا شايفين كده، ده جلد صناعي، يعني بيتدربوا على جلد صناعي، ده مش جلد طبيعي. تمام، هنلاقي حاجات زي كده برضو، اهي دي برضو مهارة من المهارات اللي هم بيتعلموها، ازاي ان هو يعمل عملية تضفير للايه للجلود. بصينا من ورا اهي، دي من الحاجات برضو اللي اولادنا بيتعلموها في تخصص الجلود. هنلاقي برضو حاجة زي كده، يعني دي فيها تضفير وفيها ضغط، فيها اكتر من ايه من حاجة، ماشي، وهنا اتشطبت من ورا وبتحط لها باك جراوند عشان ايه تثبت يعني. وكل الشغل ده شغل هاند ميد، وده اللي بيجعله من الحرف التراثية، وبيجعله يعني ليه قيمة كبيرة قوي وقيمة عالية قوي شغل الهاند ميد ده. يعني احنا عرضت لكم مجموعة المنتجات اللي انا جايبها معايا النهاردة. نرجع تاني للشاشة، يعني انا عرضت لكم هم بيتعلموا ايه، انا مش جايب كل حاجة لان انا ما كنتش هقدر اشيل كل ده وانا جاي، جبت لكم بعض المنتجات اللي ممكن الولاد بتوعنا يتعلموها في تخصص الايه الجلود. طيب ايه بقى المهارات اللي بيتم تدريسها في التخصص ده؟ في مجموعة من المهارات بيتم تدريسها في هذا التخصص. طيب ايه المهارات دي بقى؟ ان الطلاب بيتعرفوا في التخصص ده على الجلود الطبيعية المستخدمة في تصنيع المنتجات الجلدية، فبيتعرفوا على انواع الجلد الطبيعي، ماشي؟ انواع الجلد الطبيعي بقى عندي الجلود الطبيعية منها انواع كتيرة، عندي في جلد امريكاني سادة، عندي جلد امريكاني محبب، عندي جلد امريكاني مطبوع، عندي جلد اجلاسيه، عندي جلد سادة لماع بتلو، عندي جلد سادة لماع بقري، عندي جلد شموا، في عندي جلد شرانك، عندي جلد كاموس، عندي جلد لباني ابيض، عندي جلد تمساح، جلد ورل، جلد تعابين. انواع الجلود الطبيعية كتيرة جدا، انواع الجلود الطبيعية ايه كتيرة جدا. كمان عندي جلود الصناعية المستخدمة في تصنيع المنتجات الجلدية، مش كل الشغل اللي بيتم زي ما احنا شفنا كده بيتم بجلد ايه طبيعي، في جزء من الشغل بيتم بجلد صناعي زي ما وريتكم بعض الحاجات دلوقتي. طب الجلود الصناعية دي اصلا مصنوعة منين؟ دي مصنوعة من اللدائن البلاستيكية، مصنوعة من البوليمرات، و ليها خامات مختلفة بتطلع، يعني في مثلا طبقة لامعة من المشمع، وفي نوعين منها، نوع مبطن بالمنسوجات وبيبقى مشمع وشه مغطى بطبقة دهانات حديثة، ونوع غير مبطن بالمنسوجات وبيبقى عليه اسمه النايلون. اللي انا كنت ماسكه ده كان مبطن بالمنسوجات، ما كانش فيه نوع منه نايلون من اللي انا مسكته في ايدي. يعني عندي انواع البطانات، يعني شغل الشنط وشغل الجلود غالبا، وحتى في الاحذيه مثلا، كل حاجه من دول بيبقى لها بطانه. طب انواع البطانات المستخدمه في صناعه الجلود ايه؟ عندي البطانات دي بيبقى ليها دباغه خاصه، يعني فلازم يكون دباغه الجلود الخاصه بالبطانه تخضع لثلاث انواع. في جلود البطانه المدبوغه بخليط من مواد نباتيه ومعدنية، في جلود البطانة المدبوغة بمواد نباتية فقط، وفي جلود البطانة المدبوغة بمواد معدنية. والبطانة دي بتبقى حاجة رقيقة جدا، يعني من أرق السكنس، الحاجات اللي ليها سمك الجلد، يعني دي اللي بتعمل بيها بطانة. عفوا، في عندي في الجلود عندي مواد تقوية المستخدمة في المنتجات الجلدية، عندي مواد التنجيد الحشو زي الاسفنج وزي بعض الحاجات اللي هي يعني بعمل عملية حشو بيها لشغل الجلود او بنجد بيها، وعندي المواد اللصق المستخدمة في صناعة الجلود. طيب نيجي بقى للدباغ اللي احنا شايفينها دي مكنة من ماكينات الدباغة، ودي مكنة عملاقة، يعني احنا شايفين السلم جنبها عامل ازاي،
يعني حجم البني آدم فيها بيكون تقريبا يعني بياخد حوالي أقل من نص الصورة العلوي، فدي بيتحط فيها إيه؟ بتاخد اللي هو اللي هو الجلود اللي هي بيسموها حيوان، بيبقى حيوان كامل، يعني جلد مثلا بقري كامل أو جلد جاموسي كامل أو جلد جمل كامل، وبيتحط كمية كبيرة منها داخل هذه المكنة اللي بتلف، بيبقى محطوط معها بعض المواد الكيماوية وتلف، عشان دي عملية في الأول بتبقى عملية معينة بيتعمل فيها اللي هو مواد الدباغة الخاصة بالجلود. فهنا إعداد الجلود الخاصة بالدباغة، سواء كان الجلود ضاني بقى أو جلود يعني جاموسي أو جلود بقري، لازم برضو الطالب بيدرس الطبقات التشريحية للجلد، بيدرس تركيب الجلد الخام إيه، بيدرس طرق السلخ، هو ما بيصرخش بنفسه بس بيدرس طرق السلخ بتتم إزاي عشان يطلع الجلد بتاعي سليم ما فيهوش جزء من جسم الحيوان. ازاي بيتم حفظ الجلود الخام، ازاي بيتم تحضير الجلود للدباغة، ايه هي خطوات اعداد جلود الفراء للدباغة، لان برضو في الجلد اللي هو ايه بيتحلق بمعنى اصح، وفي جلد بيبقى بالفرو بتاعه. وبرضو من الحاجات اللي بيدرسها الطالب بتاعنا الأهمية الاقتصادية لقطاع دباغة الجلود. طيب نشوف بقى طرق تنفيذ منتجات جلدية بسيطة. أنا وريتكو طبعا مش صور، أنا وريتكو المنتجات نفسها البسيطة اللي معمولة، وكان في منها بعض المنتجات الاحترافية زي الشنط مثلا، زي الشنطة والمحفظة والأجندة والشنطة الكبيرة وشنطة اليد، لكن انا هوريكم برضو بعض المنتجات الجلدية البسيطة زي ما احنا شايفين الشنط دي اللي معمول عليها بعض الموتيفات ومنها الموتيفة الفرعونية دي. طب طرق تشغيل منتجات ايه؟ احنا المنتجات اللي احنا بنعملها مثلا ممكن نعمل جراب بنحط فيه السكينة بتاعت فتحة الخطابات، حافظة نقود زي اللي احنا شفناها، جلدة لدفتر الشيكات، محفظة جيب، بنعمل أستيك للساعة، علبة مجوهرات، ألبوم صور، برواز صور. دي الحاجات دي على فكرة اللي موجودة في المنهج اللي هو بيدرسها فعلا. بيعمل جراب لحفظ إزايز المية، وده بيعمله طبعا بالسكاي يعني. بيعمل بروتوفي حاجة كده حريمي اللي هو زي الكيس الحريمي يعني. إكلاسير، منتجات سياحية زي البوف واللي بيبقى على شكل سداسي، علبة على شكل متوازي مستطيلات، بيعمل شنطة بازار، بيعمل شنطة للأوراق الخفيفة، حافظة للأوراق، جزامة، علبة حلويات، غطى تلاجة، حقائب تسويقية، حقائب مدرسية، حقائب سيدات، حقائب رحلات زي اللي أنا طلعتها لكم الكبيرة دي، إفرادات للحذاء اللي هو الفوندي. دي اللي هو الشكل تشغيل المنتجات الجلدية اللي بيدرسها الطالب عندنا في تخصص الجلود بالتعليم الفني. برضو بيدرس طرق إجراء الزخرفة على الجلد، يعني دي حتة جلد عليها شغل حرق عشان يطلع شكل الشجرة دي بالخلفية الصحراء اللي حواليها. هنشوف دلوقتي إزاي وما هي طرق إجراء الزخرفة على الجلد. طرق إجراء الزخرفة على الجلد دي طريقة تصميم الزخارف التي تصلح للتنفيذ على الجلود ايه هي؟ عندي اول حاجة بننقل الزخرفة على الجلد عن طريق الكربون، عن طريق التبغيش. التبغيش ده عبارة ان انا بجيب التصميم واخرمه كده واحطه فوق الجلد واعمل بتراب، فالتراب ده يطبع لي التصميم على الجلد، اقدر بقى احرق اضغط اعلم ادق عليه باكلاشيه. وعندي طريقة تنفيذ الزخارف باسلوب التلوين بالملو بالفرشة، ان انا الون بالفرشة بصبغات خاصة بالجلد، في التلوين باسلوب الاسطمبة، المدق بالمسدس، عندي زخرفة بالضغط والتأبيب والاكلاشيه الضاغط، عندي الزخرفة على الجلد بالحرق باستخدام اقلام الحرق الزخرفية او جهاز البيروغراف او زخرفة الحرق بالاكلاشيه. كل دي طرق تصميم الزخرفة على الجلد. عندي الزخرفة بالتذهيب، الزق ورق ذهب على الجلد. عندي اللي هي الحاجات الخاصة
بمواد اللزق، ألزق حاجات زي الحاجات اللي أنا المنتجات اللي أنا وريتها لكم اللي هي ملزوق عليها بعض الحاجات. عندي الخامات الخاصة بالتذهيب من ورق ومساحيق وزخارف بالأكلاشية السخن بالتطعيم، زي برضو ممكن يطعم بالجلد بأحجار كريمة، وهشوف حاجات هنا دلوقتي أوريكم حاجات متطعمة بالأحجار الكريمة البارزة، وعندي الجلد البارز المقبب ازاي بيعمله، والغائر والمليس والتفريغ والتطعيم، والزخرفة بالظل على الجلد بالصبغة، التخطيط على الجلد بالصبغة، الرسم والتلوين بالصبغة على الجلد، كل دي أنواع من أنواع الزخرفة على الجلد، أو التلوين بألوان مائية على الجلد، أو البصم، أو استخدام آلات في الزخرفة على الجلد بطريقة الضغط أو الدعك. هنشوفها دي، عندي دي، هنشوف بقى إيه العدد اليدوية اللي احنا بنستخدمها في أشغال الجلد. احنا هنلاحظ هنا إن الجلد الطبيعي عشان أشتغل بيه حرف تراثية غالبا ما بيتمش خياطته بمكنة، غالبا بيتم تخريمه في أماكن التخريم اللي احنا شايفينها دي، ويبتدي ممكن يجيب شريط أو خيط رفيع من الجلد أو البلاستيك ويبتدي إن هو يخيطه بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. عندي إيه العدد بقى؟ العدد اللي احنا شايفينها دي اللي هي العدد الخاصة بشغل الجلود، وخاصة شغل الجلود اليدوي. عندي زي ما احنا شايفين كده الدقماء، وعندي الخرامة، وعندي الخرامة اللي هي اليدوية، وعندي المخاريز بتاعة الجلد، وعندي الحاجات الخاصة بقطع الجلد، يعني عندي عدد الطرق اللي هي طبعا زي دي، عدد الشد، عدد التلوين، الزخرفة والتذهيب، القطع، التخريم، عدد الخياطة اليدوية اللي هي ازاي بخيط بايدي بابره معينه، الجلد بيبقى ليه ابر معين. هنلاقي هنا عده من العدد المهمه جدا اللي هو جهاز الحرق على الجلد. طبعا الفنانه التشكيليه اللي احنا شايفينها قدامنا دي عملت ايه؟ طبعت التصميم على الجلد. بعد ما طبعت التصميم على الجلد بدات بتشتغل بمكنه اللي هي الحرق على الجلد، تمشي على التصميم، فالحرق بيديني بيغمق لي بعض الاماكن، فالتغميق ده بيخليني يطلع لي اشكال. بس انا عايز اقول لكم حاجه، ان الفرق هنا ما بين اللونين ده في المساحات الكبيره دي ده تم بصبغه الجلد، لكن الحرق تم في الخطوط، رسم الخطوط، رسم النخيل، رسم البيوت اللي احنا شايفينها دي، كتابه الكلمه اللي احنا شايفينها دي بتتم بايه؟ بتتم بالحرق على الجلد. لكن ممكن احرق على الجلد بكاويه كهرباء، وابتدي اغير للكاويه دي اللي هي ايه؟ السنون بتاعتها، عشان ادي اشكال الحرق اللي انا ايه؟ عايزها. لكن الكاويه الكهرباء يعني لو دي بيعرف يستعملها الناس اللي هم يعني قدام قوي في القصه ومحترفين شويه، بيقدروا ان هم يستخدموا الكاويه الكهرباء. ولكن شغل اللي هو الناس المبتدئين لابد يستخدموا ايه؟ الماكينة، لانها اسهل في الاستخدام من الكاوية الكهربائية. هنا نبتدي بقى نشوف بعض المنتجات الجلدية الاحترافية التراثية اللي فيها اكتر من اسلوب من اساليب الشغل على الجلد. يعني فيها تضفير مثلا في اليد اللي احنا شايفينها دي، مضفرة، جايبين جلد ومضفرينه ايه؟ مع بعض، بيدي مظهر جميل قوي زي اللي احنا شايفينه قدامنا. فيها شغل ضغط، فيها شغل ايه؟ ضغط للجلد، شغل حفر للجلد، وفيها شغل اللي هو حاطط هنا قطع اكسسوار يعتبر نوع من انواع التطعيم على الجلد، وفي نفس الوقت فيها حرق. يعني فيها اكتر من ايه؟ حاجة. يعني فيها حرق، فيها شغل يعني يعتبر يعني حفر في الجلد، فيها شغل تضفير، فيها شغل تطعيم للبورتفوليو اللي احنا شايفينه ده.
هنا هنلاقي في شغل تأبيب كمان، يعني دي زي يعني محفظة، يعني وجه كده المحفظة جلدية فيها شغل تأبيب وفيها شغل صباغة وفيها شغل حرق وفيها شغل تأبيب، يعني فيها أكتر من تقنية من تقنيات الإيه الشغل. ودي من الحاجات اللي ممكن ولادنا وبناتنا يتعلموها في تخصص الجلود في التعليم الصناعي. هنا هنلاحظ الشنطة دي برضو فيها أكتر من حاجة، فيها شغل صباغة، فيها شغل تلوين بالصبغات، فيها شغل حرق على الجلد، وكل الشنطة دي الشغل بتاعها شغل هاند ميد يدوي، ما عدا انها يعني متخيطة خياطات على الماكينات، يعني الخياطات بتاعتها بس هي اللي مش هاند ميد، لكن دي شنطة جلد طبيعي. في عندي المعلقات زي اللي احنا شايفينها دي، دي يعني دي قطعة جلد طبيعي بتتشد على شكل الخشبي اللي احنا شايفينه ده، والشكل ده يعني اترسم عليه بالالوان اللي هي الالوان الجلديه، اترسم عليه شكل لهذا الثعلب، وبتبقى من المعلقات اللي بتتعلق على الجدران وبتدي شكل جميل جدا جدا في المكان، وتعتبر من الحرف التراثيه. دي برضو قطعه جلد يعني متسبب بالشكل الغفل بتاعها، ومرسوم عليه بالحرق وبالتلوين شكل غزال، ودي فعلا من المنتجات الجلديه اللي كان عملها يعني احد ابنائنا في التعليم الفني، والصوره دي من معرض من معارض التعليم الفني اللي اتعمل في سنه 2015. ده برضو نموذج تاني من شغل الشغل اللي هي تقنيات الشغل على الجلد. هنلاحظ هنا في عملية تضفير، هنلاحظ هنا تلوين بالألوان والصبغات على الجلد، هنلاحظ يعني ده يعني شكل من أشكال السيور أو الأحزمة، وهنشوف إزاي بيتم الشغل ده وإزاي بيتعمل بالصورة. يعني برضو هنلاقي هنا ده برضو شغل من معلقات الجلد الطبيعي، وازاي مطعمينها بخرز ومطعمينها شغالين عليها باللون وشغالين عليها بالتخريم وشغالين عليها باكتر من اسلوب عشان نطلع التحفة الفنية اللي احنا شايفينها دي. دي برضو من المشغولات اللي ولادنا ممكن يتعلموها في تخصص الجلود بالتعليم الصناعي بالتعليم الفني. برضو احنا كنا اتكلمنا على استيك الساعة، ولكن دي يعني حاجة كده زي اسورة جلدية او بنسميها حظاظات، بيبقى الشباب بيبقى يعني بيقبل عليها قوي. دي غالبا بتكون جلد طبيعي وبيتركب عليها بعد شغل اللي هو شغل الضغط اللي احنا شايفينه ده، اللي ممكن غالبا ده بيتم باكلاشيه للضغط، بيتركب عليها حتة الاكسسوار دي اللي هي بتكون احنا شاريينها مسبقا عشان نقدر نقص عليها قطعة الجلد عشان نبقى عارفين لما هنركب او هنطعم بالاكسسوار بتاعنا هيبقى شكل ده ازاي. وبيقبل عليه الشباب في يعني من سن يعني 16 لغاية كده يعني ايه اواخر العشرينات، بيبقى برضو شكلها يعني جميل كده، يعني ومن تعتبر من الحرف التراثية. ادينا شايفين اهو دي قلادة، مش قلادة انا اسف، دي اسورة من الجلد معمولة جلد طبيعي، معمول زي ما احنا شايفين كده بالضغط والضغط على الجلد، ومصبوغة بلونين، لون غامق ولون فاتح، وليها تقنية كده للقفل وللغلق، هنلاقي بيبقى تحتيها هنا متثبت زي يعني كبسولة بتتقفل من هنا ومن هنا، وبتدي الشكل اللي احنا شايفينه ده، برضو بيقبل عليها قوي البنات. يعني حتى الخواتم، في يعني من الاكسسوار في خواتم جلدية، يعني اكسسوار جلد خاتم جلد بيتلبس في اليد، دي برضو من الحاجات اللي احنا ممكن تتعمل في تخصص الجلود بمدارس التعليم الصناعي. وزي ما احنا شايفين كده في حرق وفي ضغط، في شغل ضغط وفي شغل اكلاشيه
وفي شغل صباغة عشان نقدر نطلع اللي هي الخواتم الجميلة او الاكسسوار الجميل ده. هنلاحظ هنا دي قلادة، القلادة دي من الجلد، في شغل التضفير هنا ومطعمة ايضا باحجار من احجار اللي هي نصف كريمة، وفي برضو قلادة زي اللي احنا شفناها برضو مطعمة برضو بحجر، ويعني زي ما احنا شايفين برضو بتعتبر برضو من الحاجات الاكسسوار اللي بيبقى يعني في بعض الناس بتقبل عليه وبتحبه. هنا تقنية من تقنيات يعني صباغة اللي هي قطع الجلد اللي هي الزخرفية او الفنية، زي ما احنا شايفين كده هو استخدم يعني قطنة، والقطنة دي حاطط فيها الصبغة بتاعته وبيصبغ على الجلد. وعايز اقول لكم حاجة، ان هو عايز لو حب يغمق الصبغة بيمشي على الجلد مرتين، يعني المرة الاولى بتديني طبقة، لو هو معايا لون واحد صبغة واحدة، المرة التانية بتغمق بتديني طبقة تانية من الصبغة دي. تقنية من تقنيات اللي هو التلوين اليدوي او الصباغة اليدوية لقطع الجلود التراثية. نيجي هنا الزغرفة بالضغط على الجلد، هنا شايفين الأداة دي، الأداة دي بنستخدمها عشان نحفر او ندي بضغط الضغط على الجلد ندي الاشكال اللي احنا شايفينها دي. وهنلاقي في يعني اشكال تانية كتير بتطلع لي اشكال مختلفة من الاشكال الزخرفة على الجلد. هي دي الاكلاشيهات اللي بتديني اللي هو الضغط على الجلد وتديني اشكال مختلفة من المصنوعات الجلدية، ودي بقى بتطلع لي اللي هو الشغل على الاحزمة والسيور. دي بتركب على مكن ويبتدي الحزام او السير يمشي من تحتيها، وبالضغط يبتدي يطبع الاشكال دي على السير. وهنشوف ده هنا اهو، هنا مركب الشكل اللي احنا زي الاشكال اللي احنا شفناها، والجلد داخل من تحتها بيعدي بيطلع من الناحية التانية مضغوط وواخد الشكل اللي احنا عايزين. ده بيتم بمكان يعني، لكن ده بيتم يدوي، يعني ده بيتم بالضغط الايه اليدوي على الجلود، ولازم الجلد يبقى له سيكنس معين ما يقلش عن 3 ملي زي ما احنا شايفين كده زي الاحزمه اللي احنا بنلبسها، عشان يقدر ان هو يطلع لي التشكيلات الجميله اللي احنا شايفينها دي. هنا برضو عشان يقدر يطلع شكل اللي هو عامل زي شكل البلي ده او الاشكال الصغيرة دي، بتطلع بالدق على الجلد باشكال زي دي، وابتدي ندق في الاماكن دي تطلع لي اشكال جميلة جدا جدا، وبتديني شكل نمط حلو جدا من انماط الزخرفة على الجلود. هنا برضو نمط تاني، هتلاقي فيه حفر، هتلاقي فيه تأبيب، هتلاقي فيه تفريغ، يعني نمط تاني من أنماط الشغل على الجلود. هو عمل الوردة دي وطلع كل ظهر اللي هي اللي اسمها بيسموها البتلة بتاعت الوردة، ظهر اللي هو الوردة والتجسيم بتاعها البارز والغائر بتاعها، كل ده بيقدر ان هو يعمله. ليه عدد خاصة للشغل على الجلد بيقدر ان هو بيشتغل الشغل ده بيها. كمان بعد ما بيخلص الشغل ده ما بيسيبوش كده، هو طلع كده بلون واحد، بيبتدي ان هو ممكن يحرق عشان يطلع اماكن غامقه او اماكن فاتحه، وممكن يشتغل بالصباغه بصبغات الجلد بلون واحد، وممكن يبتدي يلون ده بصبغات الجلد الشفافه ويديني الوان شبه طبيعيه. ولكن طبعا على الجلد التلوين بالالوان الطبيعيه ما بيبقاش لذيذ قوي زي ما بستخدم صباغه، لان هو بيديني الصباغه بيديني شغل كده، شغل يعني تراثي، يعني بيديني شغل من اللي هي الحاجات الظواهر الجميله اللي احنا بنشوفها نقدر نشوفها على الجلد، بنشوفها لما بيكون الجلد بيتم العمل عليه بلونه. لكن لما ببتدي الون على الجلد بألوان غير درجات اللون بتاعت الجلد الأصلي، بتبتدي يعني بصراحة تبعد شوية عن الهدف بتاعها، إلا إذا كنت مثلا بعمل رسمة لحيوان
زي المشغولة اللي أنا شفتها، المعلقة اللي كان فيها شكل النمر، أو المعلقة اللي كان فيها شكل الثعلب اللي احنا عرضناها من شوية. عشان كده لابد ان احنا نراعي. انا عن نفسي بحبز لو احنا بنشتغل شغل على الجلد بستخدم درجات الجلد نفسه الغامق والفتح بتاعه، ما بدخلش الوان الا قليل قوي. نرجع تاني نبص بقى، هنشوف بعض المنتجات اللي هي الخاصة بالتعليم الفني، اللي هو بالفعل منتجات كانت بتبقى معروضة في معارض التعليم الفني. معارض التعليم الفني احنا عندنا معارض بتتم سنويا لمنتجات التعليم الفني في كل محافظات الجمهورية. كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بتنظم كل سنة معرض لمنتجات المدارس بتاعت المديرية، سواء كانت المدارس دي مدارس زراعية فبتقدم المنتجات بتاعتها اللي بيبقى فيها مربات وألبان وزبادي، وبيبقى فيها خضروات، بيبقى فيها مخللات، بيبقى فيها منتجات كتيرة جدا زراعية، زهور، حاجات كتيرة قوي. بيبقى فيه المدارس الفندقية واللي هي الحاجات اللي بتصنعها المدارس الفندقية من الجاتوهات ومن المنتجات الخاصة بالمدارس الفندقية. بيبقى فيه المنتجات الخاصة بالتعليم الصناعي، ومنها المنتجات الجلدية اللي بيبقى ليها جزء في كل معرض قوي جدا لمنتجات بقى كتيرة بكل المصنوعات الجلدية اللي بتتم داخل الايه مع داخل مدارس التعليم الصناعي. هنلاحظ المنتجات الجلدية دي بتختلف وفقا للفرقة او الشعبة اللي هي بتعمل ده. يعني مثلا لو اللي هم طلاب الصف الاول الثانوي في تخصص الجلود هيطلعوا منتج ممكن يبقى مقبول زي بعض المنتجات اللي انا وريتها لكم كده، ولكن مش هتلاقيه في مستوى الجودة اللي بيطلعه طالب الدبلوم او طالب الصف الثالث، وبنقدر نلاحظ ده بعنينا. ولكن في النهاية بتبقى منتجات جميلة جدا بيقبل عليها الناس، تقريبا بتباع بسعر حلو جدا. ولذلك اغلب المعارض بتاعة التعليم الفني اللي بتتعمل في المحافظات الحاجات والمنتجات بتاعتها بتتخطف خطف، يعني تقريبا اغلب المنتجات نظرا لسعرها مفيش حاجة بترجع تاني المخازن، كله بيتباع في الايه في المعرض بنسبة كبيرة. لما لهذه المنتجات من جمال وان الناس متعلقة بيها، وفي ناس كمان بتحب ان هي تساعد التعليم الفني فبتدعم التعليم الفني فبتشتري منتجاته. لو بصينا على منتجات بعض المنتجات الجلدية الطبيعية والصناعية من معارض التعليم الفني، هنلاقي في الصورة اللي احنا شايفينها دي، هنلاقي يعني هتلاقي مثلا يعني الشنطة او المحفظة اللي هي الحريمي دي، هتلاقي اللي هي الحاجات المساكات الخاصة بالصواني، هتلاقي شنط، هتلاقي مثلا هنا اهي شنط عندي اللي هو الاكياس الحريمي، عندي شنط حريمي، عندي يعني مثلا يعني جراب للموبايل، عندي بوك، كل المنتجات دي. وفي منها بقى اللي معمول بجلد طبيعي، وفي منها اللي معمول بسكاي، وفي اللي داخل السكاي مع قماش. يعني الولاد بيتعلموا على اكتر من خامة. هنا برضو هنلاقي منتج من المنتجات الجلدية الخاصة بالتعليم الفني، هتلاقي مش منتج واحد، هتلاقي مجموعة منتجات، هتلاقي شنط يد حريمي كبيرة وصغيرة، هتلاقي كمان اللي هو دي اللي هي معمولة لعلبة المناديل ومعمولة من جلد صناعي مش طبيعي ومرصع او معمول يعني محطوط عليه ملزوق عليه بعض الموتيفات والزهور والكلام ده. هتلاحظوا كمان ان هم يعني وصلوا من المهارة ان هم بينزلوا بيشتغلوا الاكسسوار اللي خاص بالشنط، ويبتدوا ان هم يثبتوه على الشنط بتاعتهم. ده ليه؟ عشان المنتج بتاعهم ما يبقاش اقل جذب من المنتج الخاص بالسوق، فبيشتغلوا كافة الاكسسوار اللي بيبقى متواجد في المنتجات السوقية. هنلاحظ هنا برضو
موجود زي ما احنا شايفين. دي برضو ده من معرض من معارض التعليم الفني، احدى المعارض. انا مصور الصورة دي بنفسي، هتلاقي شنطة جلدية زي الشنطة اللي انا وريتها لكم، دي جلد طبيعي. هتلاقي فيه اللي هو البوك الحريمي، هتلاقي فيه شنط اليد الصغيرة، هتلاقي فيه المحافظ الصغيرة. اكتر من منتج من منتجات التعليم الفني اللي بيصنعها هذا التخصص. كمان من ضمن الحاجات اللي بيعملوها في المدارس التعليم الفني في تخصص الجلود، صناعة الملابس الجلدية البسيطة. يعني بيعملوا جيبة من الجلد زي ما احنا شايفين. طبعا غالبا المنتج ده لما تيجي تعمله، مثلا بنت عايزة تعمل جيبة جلد، فهي بتجيب الجلد بتاعها وبيتم داخل التعليم ان هي تعمل المنتج بتاعها، وفي الاخر بتاخد المنتج بتاعها اللي هي كلفته وعملته بنفسها. ممكن يتعمل الفيست ده او السديري الجلد ده، سواء كان حريمي او رجالي بالجلد الطبيعي. وبرضو بيدرسوا الجاكيت، يعني بيدرسوا ازاي يعملوا جاكيت الجلد، يعني مش بس الجيبة الجلد ومش بس الفيست او اللي هو السديري الجلد، لا بيدرسوا الجاكيت الجلد. طب ايه هي الاعتبارات الواجب اتباعها عند اجراء عملية اعداد الجلد؟ للتفصيل ان هم بيعرفوا يعملوا ينقلوا المقاسات، يعرفوا يعملوا المقاسات الاساسية ايه، بيعملوا الباترون ازاي الاساسي اللي هم بيقصوا عليه الشغل اللي هم بيعملوه، ازاي بيعملوا الكم في الجاكيت الجلد، القلابة البسيطة والقلابة المستديرة وقلابة الجاكيت. مراحل بقى برضو من الحاجات اللي هم برضو بيشتغلوها اللي هي صناعة الأحذية. ازاي بيرفع المقاسات، ازاي بيفصل بيجهز، ازاي بيجهز النعل بواسطة الحرق، الخياطة، الشد، التشطيب. لكن هو اغلب الشغل اللي بيشتغلوه طلابنا في التعليم الصناعة تخصص الجلود ان هو بيعمل الفوندي اللي هو الجزء العلوي بتاع الحذاء، ما بيتشدش عندنا يعني، ولكن ممكن يشد بره، الجزء العلوي، الجزء السفلي، الجلد الخارجي بتاع الفوندي، بطانة وجه الحذاء، مؤخرة الحذاء، ازاي بيقص الفوندي، الفوندي اللي هو وش الجزمة، لا مؤاخذة انا اسف يعني. القواعد الاساسية عند القص، تفصيل الفوندي، انواع القوالب وقوالب الشد، ومبادئ الشد على القالب في الخاص بالاحذية، وازاي بياخد البصمة من القالب، وطريقة التشغيل بتاعة الحذاء، وازاي بيركب ماكينة السحب، ماكينة الشد، ازاي بيشد الجوانب، تركيب الكعب، تركيب الكعب الداخلي. بيدرس كل ده في تخصص الجلود. دي بعض المنتجات لقسم الجلود بالتعليم الفني. تمام، المنتجات دي معلقات على شنط، ماشي، كل دي جلد طبيعي. دي بعض المنتجات للتعليم الفني. دي جزامة من اللي هي بتتعلق، دي بتتعمل من الجلود الصناعية، أحذية. دي كلها منتجات من منتجات قسم الجلود في التعليم الفني. بكده يبقى أنا يعني تقريبا عرضت لكم النهاردة إيه هو قسم الجلود بالتعليم الصناعي بالتعليم الفني. وبهنا تكون حلقتنا النهاردة انتهت، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.